السلام عليكم. عز الدين عثماني رئيس اللجنة الوطنية للكونكيدو. يوم الخميس 8 أفريل 2021 تأجلت الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية للفنون القتالية، واللي السبب أنه كاين قائمتين، القائمة الأولى يترأسها السيد ميزان ناظور، والقائمة الثانية يترأسها السيد جمال تعزيب الرئيس السابق للاتحادية. ولهذا احنا كلجنة وطنية قدمنا طعن للجنة الطاعون، لأنه كان في قائمة جمال تعزيبت كان المادة 15 تقول لازم يكون 10 أعضاء فيدراليين من كل اختصاص، من كل لجنة وطنية. ولهذا احنا كرياضة الكونكيدو ما كان حتى عضو فيدرالي في قائمة السيد جمال تعزيبت. احنا قدمنا طعن والمادة 15 تما كانت السيدة في هذا الموقف. الحمد لله كما يقول لك الوزارة نصفتنا وراسلت لجنة الترشيحات اللي بدورها قامت بتأجيل هذه الجمعية العامة الانتخابية اليوم الخميس المقبل 15 أفريل 2021. وإن شاء الله احنا راح نقدموا أعضاء فيدراليين اللي راح يمثلوا الرياضة تاعنا، وأيضا رياضة الكيشين تايجيتسو أيضا نفس الشيء. ما في القائمة تاع سيد جمال تعزيب ما كانش عندهم اللي يمثل الرياضة تاعهم، وإحنا كلجنة وطنية نطالب بهذا الحق اللي مدونا القانون. وإن شاء الله إحنا نتمنى الخير للفنون القتالية بصفة عامة، وربي يوفق الجميع. والسلام عليكم.